السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة خوتي مازلنا مع مواضيعنا هنا في الولاية أو خارجها. موضوع تاع اليوم هو كاين أنا في حي زعرورة كاين هذه الأشجار اللي راها في وسط الطريق، أي كاين دوبلوفا وكاين أشجار في وسط الطريق كما راكم تشوفوا خوتي. نتمنى من السلطات المعنية يجوا ينقصوا من كثافة هذه الأشجار وما يخلوهاش هكا لأنها خطر على المواطنين، لأنه الناس منها راهي تقطع. وذو اليامات شويه راهي كاينه حركه في هذا المكان وزيدوا مع السخانه، معناتها الانسان ما راهش كونسونطري، ما راهش يخمم. تخيلوا الاطفال، واحد يكون بالعائله تاعو هذه الشير يقطع الطفل وتوقع الكارثه. احنا مش حتى توقع الكارثه باش نهضروا. نتمنوا ينقصوا من كثافه هذا الاشجار. هذه الدفله، هذه شنو تاع هذا الاشجار؟ هو الدفله راها مغطيه الطريق، معناتها اللوطو لا يمين هيتنا ما تقدرش تشوفها. شوفوا اخوتي، فما بالك طفل صغير يقطع، وطفل صغير هل ترى راه يخمم؟ الكبير ومش يخمم بيشوف ادروات واغوش. تحطك راك تديك لوطو، واحد يكون يدوبلي ونظلوا فين دائما اخوتي. خطر على السيارات وحتى على الاطفال. ونتمنوا احنا قال الأسوأ، نتمنوا دائما حاجه مليحه. بليس لولايتنا حاولوا حاجه اللي مش مليحه نحاولوا نصنعوها ونخلوها تولي مليحه، لما لا. والحاجه اللي مليحه لازم نحافظوا عليها يا خوتي. شوفوا خوتي راك تجي قاطع الطريق مثلا، اوب شوفوا كيفاش تحطك راك السلام عليكم. بصح كي يكون الاشجار هنا ناقصه ومقلمه، معناتها ما يكونش خطر كبير، معناتها السائق يشوف باللي كاين انسان ولا اي. تخيلوا طفل صغير، انا طفل صغير ما يبان شويه يقطع ديريكت، هذه مفروغ منها. ومن بعد نقولوا طفرت، حنا ماناش باغيين حتى تطفر. نهضروا يا خوتي، ماذا بكم يقلمونا هذه الاشجار شويه نقصوا منها. اذا نتمنوا تاخذوا طلبنا هذا بعين الاعتبار، وبالك نقصوا من كثافه هذه الاشجار في اقرب وقت، لانه هذو اليومات راه كان تاع الجامعه راهم يقطعوا بزاف هنايا، راهم يجوا هنايا وراهي كثافه اشجار. ما تساعدش السائقين على الرؤيه السليمه والواضحه للاشخاص وللعابرين عندما يعبرون هذا الطريق. اذا نخليكم ونتلقوا في موضوع جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.